خلينا نروح نطمنكم كعادتنا على حاله الجو مع الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الورد استاذ وحيد. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على حضرتك. عايزين نطمن بقى كل الساده المشاهدين عن اهم ملاحظات حضرتك على الحاله الجويه النهارده والويك اند بشكل عام. يعني الجو مستقر، جو جميل جدا، خريف معتدل، الحراره خلال ساعات النهار هيكون لطيف ليلا على كافه الانحاء. ده طبعا بالنسبه للقاهره وصواحلنا الشماليه. اما بالنسبه لمحافظات الصعيد الجو ما بين الماء خلال ساعات النهار. تمام. طبعا يمكن فرص هبوط الامطار فقط بتنحصر على شمال سيناء، اما باقي انحاء الجمهوريه الحمد لله مجرد ظهور السحب المنخفضه والمتوسطه. الحمد لله. يمكن تحذيرنا فقط النهارده من التطويره المائيه لانها كثيفه جدا على مدن ومحافظات القناه. الرؤية قلت أقل من 1000 متر على الطريق تؤدي إلى بورسعيد ومع الناس. تمام. فبتدل المسافرين عبر هذه الطرق القيادة بهدوء لحين انقشاع هذه الشبورة بعد الساعة 9 من صباح اليوم. طيب. المؤشرات كلها بتقول إن هذا الجو المستقر المعتدل مستمر معانا على الأقل لمدة 72 ساعة. طيب استاذ وحيد، كان من يومين زي ما يعني حضرتك تفضلت قلنا كان في عاصفه ترابيه كانت في بعض المناطق في القاهره، هل متوقع ان ترجع تاني العاصفه الترابيه دي مره اخرى؟ هو على الاقل لمده 3 ايام مفيش حاجه، لكن ممكن انها تحصل تاني اذا توفرت التوزيعات الضغطيه ومصادر الكتل الهوائيه المصاحبه ليها. ممكن تحصل تاني، لكن الحمد لله احنا بما لدينا من خبرات وانظمه بنحذر من مثل هذه الظواهر الحرجه قبل حدوثها ب 72 ساعه تقريبا. يعني الحمد لله رب العالمين نقدر نقول ان الدنيا يعني الحمد لله هنعيش في اجواء مستقره على الاقل خلال ال 72 ساعه اللي جايين ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه.